السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم هذا المباراة، تحية للناس كي يشوفونا، تحية للناس كي يبغونا، تحية للناس تبغونا كي يبغونا، كنتمنوا منهم يجي واحد الناس تبغونا يبغونا. المهم كنبغيكم بزاف. بعض المرات كتجي انك باش تلوم راسك، تمارسك واحد الضغط اللي انت ما قادرش تقدر تحملو، ولكن من الضروري هو خاصك ديما تهدر، فهمتي؟ باش تهدر ديما انت وانت فرحان، ديما انت ابتسامة، فهمتي؟ الضحكة كتبان لك درس العقل، ولكن حسن الناس خاصك تشارك معاهم حتى اللحظات اللي كتكون انت مشكل فيها. برزت فيها الانسان تبارك الله مثل الحمو دم كما كيقولوا. بعض المرات حسي باش تجدك تجيك الجرأه وتهضر على المشاكل ديالك قدام الكاميرا، شي حاجه اللي كتجيك صعيبه، خصوصا كتكون عايش وسط واحد المحيط ديال العائله، بزاف ديال الحاجات كاين، بزاف ديال الاعتبارات تخليك ديما انك باش تحافظ على المشاكل ديالك، باش انك متشاركش مع الناس، ما تبارطاجيش مع الناس. من الحوايج اللي كيخليوك مثلا ساكت انك ممكن نازل على بزاف ديال الحوايج اللي كتهمك انت وكتخصك نتايا، كتجيك عيب انك تهضر فيها. وكيف غادي نقول لك، المنطقه اللي انا كنحاذر منها منطقه صغيره، مش الناس كتكون واخد عليك واحد النظره، ديما كتشوف ضحك، ديما كتشوف فرحان، كتعرف واش عندك حتى المشاكل ولا ما عندكش. مثلا تقعد تشوف كيركب على الطوموبيل، يعني راه ما خاصك تا خير، راه فهمتي كان الظروف ديالك، لان انا واحد النوع اللي يعز عليه معزش عليه انه يبكي ويشكي. كره هذه المساله، قوه البكاء والشكاك شي حاجه اللي انا ضد حمص. ماشي واحد الانسان كنشوف كلشي كحل، حاول ديما نركز على الحوايج الزوينين اكثر من الحوايج الخايبين. ديما كنقول ونعاود نقولها، كل ما عطيتي القيمه لشي حاجه كل ما كبرات في القلب ديالك وقدامك. اذا فهمتي عوض ما نفكر نعطي القيمه السلبيه تولي واحد العائق، واحد الاشكال كبير في الحياه ديالي، ولا بدل باش كنموتيفي راسي، بدل المنظور ديالي ونركز على الايجابيه. ديك الايجابيه واخا تكون صغيره نعطيها لسيما ونبقى عليها حتى تكبر وتولي واحد، يعني سمحوا لنا مع جيت على الطريق وهمتي والغاب ديال راس البرول ولا على الطريق وكتسمعوا بعض الاصوات. قلت لكم فهمتي كنحاول نركز على الايجابيه، تكون صغيره كنبقى متشبت فيها وكنقول فهمتي لا هذه الاشكال ديالي هو الاشكال ديال المحيط اللي كنعيش فيه. خليش انك تطبق الافكار ديالك والاحلام ديالك وبزاف ديال الحوايج، بدا تخطط لهم من الصباح. كتبغي تبدا ما كتكونش عندك هذيك الرغبه باش هذيك المسائل والاهداف ديالك اللي كتمنى في الحياه ديالك. اللونتوراج او المحيط اللي كتكون تعيش فيه كيكون بزاف، كتحاول انك تضار مع هاد الحوايج هادو. باش تسجل فيديو اقسم بالله تبغى تقريبا جاي السيمانه ولا جوج السيمانه، حط هذاك الشيء وكيجيني واحد العجز وكنقول غادي اللهم نوض النعس اش بقات فيها خمس وكنت قاصد ما درت حتى شي حاجه راسك بلاصتك. لهذا واحد المساله ديما كن ضد في مواقع التواصل الاجتماعي وهما دوك النصائح، لان هذاك السيد اللي غيعطيك النصيحه يعني على التجربه ديالو، الوضع ديالو، العائله ديالو، الانتوراج ديالو، الظروف ديالو، هو نفس الشكل ديالك. فهمتي ديك باش خرج من باش نجح دار الاسقاط على راسك، لان انت تشوف حتى اللي كتدير راسك، انت كتشد الوضع ديالك الصوره ديالو بالمشاكل ديالو باي المسائل اللي كتحيط به، حاول تلقى لراسك حل وتخدم عليه. هذا ملي تلقى الحل خاصك تخدم، هذا خاص يحارب الانسان فيه هو العكس. الانسان ديما كيفكر يدير شي حاجه ويغلط، لا ينسي يعني غلط صحح، ما غلطتيش ونتاقدو في الناس ما غاتصحح، غاتبقى في نفس الوضع. حاجه واحده اخرى خوف، مربي في الامام كنهضر على راسي، خوف من اي خطوه كتبغي ديرها، الخوف كي المهم كترتب على بزاف ديال الحوايج. انا واحد النوع ما كنبغيش الانسان على المشاكل بزاف، باش واحد النهار واحد هذيك المشاكل ديالي كامله انا تجمع قدامي تا يمشي من الحوايج اللي كتدير لك واحد الهاجس ديال الخوف. لا كنطلب من الله سبحانه وتعالى الامر ديالنا اصعب حاجه والله العظيم، كتكون كتلقى الراحه ديالك مكترجع تفكر في الماضي، بقات الراحة في الواقع اللي انت كتعيش. مرة ثانية مكيكونش شي مشكل، سبحان الله العظيم مكيكونش عندك المشاكل. الناس تعيش معاهم الإشكال ديالهم والمشاكل ديالك، فهمتي ما تعرفش كتلقى راسك لابس حتى معاهم، ما عرفتش. وتكون فين الصراحة والله، تكون الراحة. تحية لكم من هاد المباراة.